الحكومة تعليقا على خفض أسعار البترول. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر، من فضلك انزل اشترك حالا في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، فعل زر التنبيهات علشان يصلك كل جديد. مع تفاصيل الخبر، تعليق الحكومة على خفض أسعار البترول. قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إنه ليس طرفا في اللجنة المعنية بوضع سعر المواد البترولية، لذلك لن يستطيع أن يؤكد قرار تخفيض أسعار المواد البترولية من عدمه خلال المرحلة المقبلة. معقبا: لو أنا طرف فيها هقول. أضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث اليوم مساء يوم الثلاثاء إن نسبة إصابة فيروس كورونا في مصر تصل إلى 10 أشخاص في كل مليون حالة، وقد تصل إلى 11 حالة، لكن بعض الدول لديها إصابات تصل إلى 500 حالة لكل مليون. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس يوم الاثنين عن خروج 12 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الصحية وتمام شفائهم. أتمنى أن يكون الفيديو عجب حضراتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة. الحكومة تعليقا على خفض أسعار البترول. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناة